باشا على فكرة الجهاز ده ريجن 2. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني يا باشا جامد من الاخر، احسن من اي حاجة تانية. ما تشتريش الا ريجن 2. عايز تعرف ايه لازمة موضوع الريجن في الاجهزة وفي الالعاب قبل ما تشتري؟ انزل تحت اعمل سبسكرايب، وهتلاقي كده في زرار صغير على جنب، لو دوست عليه هيعمل سبسكرايب برضه. مشروبك اللطيف اللذيذ، تعال ورايا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناتكم فيرست ستيب جيمنج. الحمد لله قدرنا نوصل ل560 سبسكرايبر في اقل من شهر، ويا رب اقدر اقدم لكم محتوى يفيدكم ويساعدكم باذن الله. لو انت لسه اول مره بتتفرج عليا، انا اسمي كريم، بقدم مراجعات عن الالعاب وعن الاجهزه. خش اعمل سبسكرايب في القناه واتفرج على الفيديو للاخر، ولو عجبك سيب لي لايك. نخش في الموضوع على طول. ناس كتير قوي كانت بتختلف في موضوع الريجون وايه لازمته، واشتري جهاز ريجون 1 ولا ريجون 2 ولا ريجون 3، وايه الفرق، واسئله كتير جدا بتدور في دماغ الناس لما بتيجي تشتري جهاز، وحتى في ناس شاريه اجهزه مش فاهمه موضوع الريجون دوت. فاحنا نحاول نوضحه ببساطه. مبدئيا زي اي فيديو انا بحب اقسم الفيديو لاجزاء علشان المشاهد ما يتوهش منه. فاحنا هنتكلم اول حاجه عن ريجون الاجهزه، ثم بعد كده هننتقل الى ريجون الالعاب والاكونتات. هنرجع بالتاريخ لما قبل البلاي ستيشن 1، واعتقد ان اول جهاز قدم لنا الموضوع ده كان السوبر نينتندو. لو انا مخطئ ممكن تكتبولي في التعليقات. السوبر نينتندو كان فيه العاب ياباني والعاب اوروبي والعاب امريكي وهكذا. فكانت المشكلة ان انت لما بتيجي تشغل اللعبة في جهاز، الجهاز ما بيشتغلش. طيب يا استاذ كريم، انا عايز اشتري جهاز بلاي ستيشن 4، اجيب انهي ريجون؟ اول حاجة خلينا نتكلم عن الريجونز. ان انت عندك ريجون 1 وده بيخص امريكا الشمالية، ريجون 2 بيخص اوروبا والشرق الاوسط، ريجون 3 بيخص اليابان واسيا، ريجون 4 بيخص استراليا. في الاجهزة مفيش ريجون اول. اول حاجة ليه سوني عملت موضوع الريجونز دوت وغيرت وعملت 4 ريجون للناس دي كلها؟ في الاجهزة بتاعت البلاي ستيشن 4 يا حضرات، الموضوع بتاع الريجون ده ما بيفرقش في الجهاز. يعني ايه ما بيفرقش في الجهاز؟ يعني جهازك دوت لو انت عايز تجيب جهاز ريجون 1 او ريجون 2 او ريجون 3 او ريجون 4، ما بيفرقش، هو اسمه بلاي ستيشن 4، هيشغل جميع الالعاب، وهيشغل جميع الالعاب حتى لو اونلاين كمان، ما فيهوش اي مشكلة، وما تخليش اي حد يقول لك كلام غير ده. طيب هم عملوا ليه ريجونز بقى يا استاذ كريم بقى، بدل ما انت ناصح قوي كده؟ مبدئيا هم عملوا ريجونز عشان الوارنتي او علشان الضمان. سوني ليها وكلاء في كل حته، فانت لما بتيجي تشتري جهاز من امريكا ريجون 1، فالضمان بتاعه بيكون في امريكا، ما بيكونش في الشرق الاوسط. لما بتيجي تشتري جهاز من اوروبي او من ميدل ايست، احنا عندنا هنا سوني ميدل ايست، لكن ما عندناش سوني في مصر. يعني عموما احنا ما عندناش وكيل سوني في مصر، بس في وكيل لسوني ميدل ايست. لو الجهاز بتاعك طالع من وكيل سوني ميدل ايست واللي هو ريجون 2، فبالتالي انت تقدر لو في مشكله في الجهاز ترجعه او تصلحه او اي اجراء ممكن هم يعملوه لك. ريجون 3 ريجون 4 نفس الموضوع. ريجونز الاجهزه متعلقه بضمان الاجهزه فقط، مفيش اي فرق ما بين ريجون 1 و2 و3 و4. اشتري اي جهاز من دول هيشتغل معاك عادي جدا، وما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك غير كده. طيب الجزء بقى المهم جدا في الموضوع دوت هو ريجون الالعاب. ريجون الالعاب بيبقى متصل بالاكونتات. بالراحه كده وركز معايا علشان ما تتلخبطش. يعني انت رحت اشتريت لعبه من ورا مكتوب عليها ريجن 2، والاكونت بتاعك امريكي فهو ريجن 1، فلما هل اللعبه هتشتغل؟ اللعبه هتشتغل. طيب هل اقدر العب اونلاين؟ هتقدر تلعب اونلاين، مفيش اي مشكله. المشكله الوحيده اللي هتقابلك هي حاجه واحده بس، ان انت لو عايز تشتري اي اضافات للعبه من على الستور وجيت تنزلها، انت هتشتريها بالفعل، مش الستور مش هيقول لك لا، بس لما تيجي تسطبها على اللعبه، اللعبه مش هتتسطب لان هي ريجون مختلف عن الريجون بتاع اللعبه. فهنبسطها، يعني تقدر تلعب اي لعبه اونلاين او اوفلاين على اي اكونت ايا كان الريجون بتاعه، واي جهاز ايا كان الريجون بتاعه، وتلعب اونلاين وتلعب اوفلاين، لكن ما تقدرش تشتري اي اضافه للعبه على لعبه مش نفس ريجون الاكونت. يا رب اكون معلومتي وصلت. طيب ايه الالعاب اللي ممكن تشتغل على اي اكونت؟ هي ريجون اول. لو اللعبه ريجون اول، ده معناه ان هي مفتوحه على كل الريجنز، فتقدر ان انت تنزل اي اضافات على اللعبه
من غير ما يبقى عندك اي مشكله ايا كان ريجن اللعبه ايه وايا كان ريجن الاكونت بتاعك ايه. انا اشتريت لعبه، اعرف الريجن بتاعها ازاي؟ دي لعبه شادو اوف وور للبلاي ستيشن 4. فانا هقرب لكم كده، هزوم لكم واقول لكم فين مكان العلامه بتاعه الريجن عشان انت حضرتك تكون عارف. مبدئيا لو انت شايف الكره الارضيه الصغيره دي، ده الريجن، ده ريجن 2. تمام، اي لعبه هتشتريها هتلاقي المكان دوت مكتوب عليه الريجن، سواء 1 او 2 او 3 او ريجن اول. فده ببساطه موضوع الريجن اللي عامل ازمه للناس وقلب الدنيا. لو الفيديو بتاعي دوت ساعدك وقدم لك حاجه جديده، يا ريت تشيره مع الناس التانيه، لان في ناس فعلا محتاجاه وناس ما تعرفش كتير. حاولوا ان احنا نساعد بعض يعني. ولو الفيديو عجبك ادعمني بلايك وانزل اعمل سبسكرايب في القناه، هكون شاكر ليك جدا. كان معاكم كريم من قناتكم فيرست ستيب جيمنج، اشوفكم في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.